السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحضروا طاجين القمرون بالطماطم. نغسلوا الكروفيت ونطلقوه من بعد ما نقيوه، والطماطم نحكوها في الآلة اليدوية. قبل ما نحكوها نحيدوا لها الزريعة باش نقصوا نسبة الحموضة. والان غادي نتبلو طماطم ابزار الخرقوم والزنجبيل الفلفل الاحمر الملح ثوم بودرة. ثوم مرقدة في زيت الزيتون. ورق الغار. زيت الزيتون. ناخذ ليمونه قطرات فقط بقدونس مجفف نوضع الطاجين فوق النار نخليه العناصر تشحر شويه ومن بعد نرويه بالماء دافي. في الوقت اللي كتشحر لنا الطماطم نرقدو القمرون في الليمون والملح الملح ونخليوه جانبا الزعتر ايضا الان بعد ما قربت طيب غادي نضيفوا القمرون نضيفوا القليل من الخرقوم. بما ان الفلفل الاحمر اللي ضفناه في الطاجين منزلي ما عطاش اللون لانه طبيعي غادي نضيفوا صلصة الطماطم. الصلصة اللي بقات عندي حارة وبما انه عندي الضيوف ما يمكنش نضيف الحار غادي نضيفو العادية المصبرة العادية الصلصة اللي بقات عندي حارة غادي نضيفو صلصة الطماطم. وهذا الطاجين بالصحة والعافية. وفيما يخص الطماطم المصبرة الفيديوهات على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.